بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، في مقاصدنا وفي مقاصدكم. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ألم نشرح مكية، وآيها ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق، فكان غائبا حاضرا، أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل، أود معنى، أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك. أوسي معنى آية. أما شرحي صدر ما نكردوي، شرح كردن يعني قلاش نوا، شقي صدر. صدري منظور قلبا، ما في صدر منظور على أساس مجازبوني، يعني تسمية حال باسم محل. أما شقي صدري توما نكردوا، شق كس شقي واقعي منظورنيا، منظور للشرح شق كردني فيزيكي ومادينيا. لازمي شقي اشتيجي قلي شيوا، لازمي اوه اشتكى بلاو بيته وقشايش يبيدابك، او لازم معنى ايه منظورة. ألم نشرح لك يعني ألم نفسح صدرك، ايه اما قشاد ما نكردوته وقلبيته، أي ألم نفسحه قشاد ما نكردوته وقلبيته حتى وايلها توكا قنجايشي هي وسعتي هي بو دوكاري متفاوت، دوكاري بزاهدنا كوك دقليك يق مناجاتو ارتباطي وحياني وارتباطاتي غير مادي دقال الله تعالى مناجات، ويجيش دعوة كدني خلقي برا وخوي تبارك وتعالى، أو دوكارانا دوكارن كا أقا خداي تبارك وتعالى إمكانات وقنجايش يندا بإنساني، أو دوكارانا خرناب نوا شن دا دا تزاد دقال يقدان بومعن تزاد كنا، يعني دوكارن سختة أجر توفيق إلهي دقال نبي آوى للايش منازاتي الله تعالى يبكي دا حضور خداي تبارك وتعالى دابي للايش دعوتي خلشي بكي. منازات بمعنى نجوا كردن وسرت دقال كردن، ولي دير دا ارتباطي وحياني وارتباطي روحاني منزورة دنا همو هر مناجات نبو سرت دقل كردن نبو، منظور لمناجاتي ارتباطي وحياني دقل الله تعالى، وعبادة كردنيش عبادة كردن اوشهر جزوي مناجاتا اوشهر ارتباط قرتنا دقل خوي تبارك وتعالى. بهر حال شون ترى في عبادة بوكرا وناديارا هر دبيت مناجات هر دبت او حالتيك تعبيري كردوته بسرتا دقل كردن، يعني ارتباطي جيكاو ارتباطا مخفية، ارتباطي جينا ديارة، حتى اقل نوعي وحي اجنبي لنوعي تلقي وحي اجنبي لنوعي نوش كردن وروجو كردنو عبادتي دي كشبتون كترفي جان ديارة كالله تعالى هر دبت مناجات، منظور كلمة مناجاتي بوي بيكتو. أما توسيعي قلبي توما كردو حتى وايلي هاتو كقنجايشي مناجاتو ارتباطي وحياني دقال الله تعالى هبيه هيا هبيو وهروا قنجايشي دعوتي خلقيشي هبيه أو قلبي وسيعي دوك أو كاري في بكري، فكان غائبا حاضرا. في غنبر صلى الله عليه وسلم باتوجه بويك هم مناجاتي
حقي كردوا هم دعوتي خلقي كردوا غائبي حاضر بوا غائب بوا بحسب ظاهر لالله تعالى ولي حاضر بوا بحسب واقع دقال الله تعالى حاضر بوا قلبا وغائب بوا جسما منظور لشرح صدر أويا والحاصل سينما قلبمان قشايش بيداوي بوي أو مجاليها بقلبته أو يا معناه كذي أويك ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل آيات توسع من بقلبته نداوة قنجايش من بي نداوة بوشتيك تيمان هاوشتو فيمان تفهيم كردو ليمان حالي كردو بوديع دامان ناو دو دا أو دعنا فيه يعني دو من دا داناوا قرار من داوا دو دا آية توسعي قلب ما نكردو بوشتكا تيمان دا داناوا تيمان هاوشتو لقلبي تو دا قلبي تو دا لحكم جمع حكمة علم نافع وأزلنا عنه ضيق الجهل بما أودعنا بما أزلنا عنه ضيق الجهل بإيداعنا فيه الحكمة ونكدوة ماي مصدري لبرهم من الحكمة بيان كدوة يعني ألم نفسحه بما أودعنا بوشتيك أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل لا من بردولي تنجي جهل بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل حكمة ما انتهى يشتد قلبي توتدى قرار داوى وتنجي وقرفتي جهل نزانين ما ليلا بردوه علم قشايش يديني علم فرح وسرور يديني بلام جهل ضيقي تدايا تنجي تدايا دل تنجي تدايا ناتواني ضعفة علم قوة جهل ضعفة خوي تبارك وتعالى دفرمي أمت توسيع من بقلبي تداوى بومان توسيع بيداوى قشايش بيداوى كا حكم من تدا قرار داوى وضيق الجهل من ليلا بردو حكمة بعلم نافع دلن هر علم يشي سودمنت في دلن حكمة جمع كشي لبتا حكم أو بما يسرنا لك تلقي الوحي معناه دوم ألم نفسح صدرك بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك آية أما توسع من بقلبي تو ندا وبوسيلة أو شتيك حسان من كردوب وتو كا ورقتني وحيا بوسيلة حسان كردني ورقتني وحي دواي أوي كا زحمة بوبوت في غنبر صلى الله عليه وسلم لا أولا وكا وحي بوهات بي سخد بو تحملي بو سخد بو حتى دا روايات دا هاي كدا يوز لجيقاي شاهي قبلين خوي برداتوا او جاركاني اقا حضرتي جبرائيل عليه الصلاة والسلام قرآني بودخوين بپلپل دي كتوا بوي لبيري نتيستوا كده قرآن دا فرمي ولا تعجل به لسانك ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه او حالتانا همو بوي حالتي سخت وقرام بون دعاية خواهي تبارك وتعالى برب برا أوشتي لسرها سانكر تلقي وحي لسرها سانكر يا دا رواية دا همانا قبل يغنبه صلى الله عليه وسلم وحي بوهاتو بعض وقتي شي آرقي شي زور شديدي كردوا حالتي شي زور سختي بسرهاتوا أو هموي مشاقتو سختي بوتحملي كردوا لبر أو سنجيني كقرآن هيبو إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا وردو ورد خواهي تبارك وتعالى او شتي لسر هاسان كردو او هاسان كردنا دلي بالاوتي دوه دلي بكارهاتوي دوه دلي باستعدادي دوه
دبي أو استعداد قلبي إنساني دا إيجاد بكريكا بتواني دواي أويك أو كار زحمد بو أو تلقي وحي زحمد بو بيتشتشي هاسان خوي تعالى أو نعمتي وبيديني توا أو سي معنى. وقيل إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيمانا وعلما. قيل يقدر أو ألم نشرح لك صدرك إشارة بوشتك رواية كراوة كحجتي جبرائيل عليه الصلاة والسلام هاتوتا كن بيغنبري عليه الصلاة والسلام دحالي من دالي دا يا دشوي معراج دا وقتي كا من دال بو يا روجي معراج يومي ميساق يعني يومي معراج واتشوي يومي معراج دنا دشوكي دا بو عروجكا إشارة بو مطلبي هاتو فاستخرج قلبه قلبي مباركي في غنبر صلى الله عليه وسلم هنا وتدري كشقي صدري كردو هنا وتدري ثم ملأه إيمانا وعلما فاشان بري كردو قلبك دواي أويك قلاشتوية وبري كردو لإيمان لعلم. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق أو بركردنا كحالتي زاهرية كي لات كردن بو شتية كردن بو أو حالتا مادية إشارة بو بنحو أو معانياني كده بيش داها تندسي معنى كاني دي كده أو إيمان علم شتيشي مادية نيتو دنيو قلبك هاوي وبيدرو يوا بلكو أو حالتا رمز يقبوا وإشارة يقبوا بو تفسيح قلبيك در روايه كان دي كداهاتو يعني داني هيزك بو بقلبك كاو هيزا او وسعتو جنجاي شيها به بمناجات حق ودعوه الخلق يا بمعنى دوم او امكاناتيها به بو كحكمه والبقره وضيق جهلي لي لابشه ويا او امكاناتيها به كهاسان ببوي دريافتي وحي. قيل يقدر أو ألم نشرح دقل أو أيتي ألم نشرح لك صدرك آيا روجيك لروجان نبو شرحي قلب ما كردي وقلب ما قلاشتي وو أو نعمة ما دقل كردي ودواي أو شرحي صدري أما إيمان وعلم ما نخستنا وقلبي توو أو أزدبت معنى يتي شوارو جاء استفهامك استفهامي إنكارية إنكاري نفي دبت إثبات ألم نشرح لك دبت شرحنا لك چونك استفهامك بو إنكارا شو تسر جملة منفي دبت نفي دبت إنكاري نفي إنكاري دبت إثبات ومعناك دبت شرحنا لك صدرك. ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه ووضعنا عنك وزرك. معنى استفهامك إنكار إنكاري لم نشرح يعني إنكاري نفي انشراح بريكت باي إنكاري نفي الشرح ففي آتك تنك آتك نافر من ألم ينشرح صدرك دل ألم نشرح ولي بهر حال أو شرح أو انشراح إلي بيداد به أقول أخوي تبارك وتعالى شرح كي كرت دا شرح كرنا كي دا انشراحك بو قلبك بيداد به. معنى استفهامك إنكاري نفي انشراح قلبي بيغنبري صلى الله عليه وسلم أو استفهام إنكاريش بو مبالغة دا إثباتي إي شرح كي دايا بو يجو مبالغة يتي دايا شنك استفهام دكا لشيء شي ألم نشرح آيا لم نشرح بلا
إنكاري نفيكي، والحاصل لطريق نفي رابو إثبات ده، لطريق نفي را إثبات كذن، وكو ليس كمثله شيء نوايا. أتوقع نفي مثل لله الله تعالى كر بولا طريق و أجا نفي مثل كر نفي مثل دكي نفي نفيا دقال إثباتي يشيكا أما نفي نفيكا كحاصل معنى نفيكي إثباتا إثباتي محكم تريت يدايا استفهامك إنكاري بو إنكاري نفي انشراحة أو بو تعبيرات هاتو لبر مبالغة بو إثباتي انشراحك ولذلك چونك استفهامك إنكارو استفهام إنكاري ونهاية دبيت شرحنا لك صدرك بوية توانيويتي ووضعنا عنك وزرك عتبكات ودنا أقا استفهامك إنكاري نبا نما عند تواني وضعنا عنك وزرك عتبكين وعتف الدكر دو سر شوية عتبخ وعتبناك تتوسر جقايشي كلمك بيتوسر ألم وضعنا معلومة بات وجوب وتأويليك نفيك هيتي ودبيت إثبات بويا ووضعنا عنك وزرك عتبك دو توسر ألم نشرح لك صدرك لك صدرك دجر مخاطبك كتراوة ألم نشرح كتباشي ألم نشرح صدرك هرد أبوبا أواك فرميتي ألم نشرح لك صدرك لك جورك نبونكي لتمل إخلالي بمعنى كي ناقيني بلهم هناني لكي تأشيدي كيدي كي تدعي أويش أويا اشتكد بيش دا بمبهمي دوايا بمعيني كتراوا دا بيش دا بمبهمي ألم نشرح لك أما شرح ما نكردو بوتو شكافت ما نكردو نما قلاشتو تو بوتو مفعولك نكتراوا تشتك شرح كراوا تشتك شق كراوا دوايا دا فرمي صدرك دا نكتني أول دا إبهام هيا يعني ما شيئك ما شرح كردوا دوا شيئك مشخص دكا ألم نشرح لك شرح ما نكردو بوتو شرح شيئك نكتراو بمبهم هاتوا دوا دا فرمي صدرك دا بيت تعيين كردني بعدي إبهام تعيين كردني بعدي إبهام تأشيدي تدايا ووضعنا عنك وزرك لا من بردول سرتو وزر وزر بمعنى باري جرانا عبئك الثقيلة باري جراني تومان لا بردو وضعا أقبعني تعديي كر بمعنى لا بردنا أقبع علي تعديي كر بمعنى لسردانانا وضعنا عليه يعني دامانا لسري وضعنا عنه يعني لسري ما انهل قرت ووضعنا عنك لا من بردول سرتو عبء باريش السقيل سنجين وقراني كهدبوا الذي أنقض ظهرك بار سنجينيكي كا فشتي توي وقرتش قرتش خستوا والدنك هناوا أنقض الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل حملي أنقل ظهرك يعني حمل ظهرك على النقيل يعني بشتي توي ودار بنقيل كردو توشي نقيلي كردو نقيلي تدا إيجاد كردو نقيل تيا نقيل دنجي أو رحليك لسر وشتدي داد اندري وكو كرتاني جودريج وشتيوا رحلي وشتري لداري دروز ذكري فيدلان رحل نقيل عبارة لبري دنجي رحلي دا وقتي لك جدابو نوي أجزاكاني أولاو أولاكي لبر سنجيني باري جيكا لسريتي حملي جيكا لسريتي نقيل بو دنجو قرشا قرشي دلان
قرصه قرصه چې کله لرحله کې دی د وختي لیک جدا بونوي اجزاکاني لبر سنجيني باركي او پیدل النقيل انقل ظهرك يعني حمل ظهرك على النقيل ظهري توي توشي النقيل قرصه قرصه کړو قرصه لپشتي هناوي يعني باركه زور سنجين بوا جاء او بار سنجيني که خوي تبارك وتعالى ديره دا باسيدك هل قرتنكي بعنوان هل قرتني باركي لسر في غنبري صلى الله عليه وسلم بعنوان نعمد بوي وبير دخاته وتشي او بار سنجينا وهو ما سقل عليه من فرطاته قبل البعثة او جهله بالحكم والاحكام او حيرته او تلقي الوحي او ما كان يرى من ضلال قومه من العجز عن إرشادهم أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان أو بار سنجيني كدير داباسي لك أو شتيك سنجين بو لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني إحساسي سنجيني ذكرت لي پیغمبر سنجين بو بوي كأويش بريتي بو لا قصوراتي جي كهيبون بيش بعثته دا أو قصوراتي كأمدر حقي بيغمبران بخلاف الأولاي تعبير دكين ونقبشتي حرام خلاف الأولاي هاي جي مثلا عبادتي نكردوا بيش أوي كبشة غاري حراية وتعبد يبكى مثلا ممكن ميلو على قمندي بمالي دنيا يهبو بيه مثلا ارزو مندي او يهبو بيو وكو خلشي دزروي بيو فلان بيو او هموي فرطات طبعا وانا هموي د معياري شي زور دقيق دا ابو بشري نقص اوانا ولي بقناه حسابنين اوانا خلافي اولان ولي او خلاف الاولى نجبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنجين بون كامل وقت شي بيغمبر نبوم او فرطات انا نبو او شتاني كسقيل بون بويك او فرطاتي فيش بعثتي بوا ويا او نا اقايي وي نسبة با حكم واحكام احكام وحكم حكمك صفاتي نفس تعبير كراوتوا احكامك نج تعامل دق العالم يعني اويد ارتباط دق الخوي دايا حكم لا تسجيي نفسه تنقيح نفس لمعايب او تعبير كدوتوا با حكم واتا صفاتي فاضلي بحكم تعبير كدونوا احكامك او كارانا كد التعامل دقل خلشي دادا بيا بكرين او شتيك السقيل بولا سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزانيني او حكم احكامي ببتواوي او حيرته ما سقل عليه من فرطاته او جهله او حيرته يا تنقمنا يا بلى بلى يا او ما سقل على پیغمبر صلى الله عليه وسلم حيرته متحير بوني ويد عبادتي الله تعالى دا ديزاني خالقك هيو دبي دجهتي ويدا حركت بكري ودبي عبادتي بكري وبلام شواز عبادتك ايند زاني كتشونا او حالة حيرة بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم سقيل بو يا ما سقول عليه او ورقتني وحي بو كورقتني وحي بو سخد بو لأول وا يا خير اوشتيك احساسي دكردو ديدي لا ضلال قمراهي قومكي و ناتواني خوي من ضلال قومه ومن العجز عن ارشادهم ويجد بها به يك ضلال قومكي دا قمراهي دادا دي ويجيش لترفي خوشيران ناتواني لإرشاد بو
ما كان يرى من ضلال قومه ومن العجز يا والعجز عن إرشادهم من كيل يا نبي ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز أو نسيتي مع العجز لجاتي مني ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم أو أشهر أويا دبيت أويك أمن أرزودك مع العجز عن إرشاده ديديك قمراه نشيد تواني شاري أمبك أوي بنا خوشبو دل صوزيها بنسبة بخلشي وأولى لعليك خلق هيب بوي سخد بو دعيني حالج دا شون في أغنبر هرچند تواوي تواناو طاقتي خوشي بكار بربا چون پیغمبر نبوا خب طبعا نيتوانيوا ارشادي امكا ويا انشي طريقي ارشادي شي بتواوي نزانيوا يا دواي پیغمبر آتيش بو بي عاجز بو لإرشاديان بتواوي معني طاها ما انزلنا عليك القرآن اللي تشقى دوايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم او حالتي هرهبوا نارحد ولا ضلال قومك يلويك ناتواني إرشادي هموان بك منظور أو حالتك ضلال قوم وعجزي ولا إرشاد بو بيش نبوتي اجدبه بو دواي نبوتي اجدبه أو ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم أو ما كان يرى من إصرارهم أتو سلمينك بيش أويك ديدي من إصرارهم إصرار يوان على الكفر وتعديهم في إيذائه تعديوا لسنور شوندريا لبابت أزيداني بيغمبري وصلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإيمان واختشي كدعوتي كردن بإيمانه خب أو إصرار يوان لسر إيذائي أو تعدي يوان لحد شوندريا دا إيذائي دا سنجين بو بصورة طبيعي بو بشري سنجين أو بتعبد بو كسي چي كس جيبا قومكي دا سوتيو دا ايوه كومة جان پيبكا او بارا گرانانا دا كري هر يگ لوانا بي ويا هموي اوانا بي اما او بارا گراني كا پشتي توي دا كردواري دا دلا پشتي چماند بويا و اما او معنى چماند نو خم کردن يا دلا دنجي لپشت تينا بو او بارا گرانه من اما لسر هل گرتی لسر هل گرتی یا بتواوی هل من گر یا او توان او طاقت من دای که بتوانی تحملی بکه او هر لسر هل گرتنا بو بعضی چان اگه بارا گرانه که فرطات کبوا خب بوسیلی بعثتی او فرطاتی لبیر بردوتو اگر جهل بحکم و احکام بو بوسیلی نبوتکی جهل بحکم و احکامک لبین شوا اگر حیرت بو بی او بارا گرانا حیرتك بنبوتي لبین شوا اگر بارا گرانا که او بو که زحمت بو بوی تلقی وحی بکا دوائی وحی که حسان کراوا اگر او لالا بی که قوم که هی بی اویش عاجز بی لإرشادیان دوائی دا نبوتي دا او امکاناتی بتر هبو که إرشادیان بکا وکردوشنی با تأثیری شی ده همو اندان بو بی يا اگر بارا گرانك او ابو بك ازيتي عند او فلان او اوانه ونارحتي انكردو دوايا ورده ورده او ازيتي لا تشو بيغبص صلى الله عليه وسلم قوتي قرتو او جار اوان او تو انا يود صلاتي انما وك ازيتي بدن پس ده هر شرائطي چيدا خوي تبارك وتعالى ويزريجي كلا سرشاني لسر پشتي بيغمبري بو صلى الله عليه وسلم لسري بوا و پشتي وي دوچاری نقیل کردو لبر سنجینه چی نایه ده زور سنجینه ده پشتی دوچاری نقیل کردو یعنی زور سنجین بو و رفعنا لک ذکرک بالنبوت و غیرها و ای رفع اما او وزرمان لسر لابردوی شرح صدر من کردوی او وزرمان لسر لابردوی و رفعنا لک ذکرک اما ذکری تو من یاد کردنی تو من برز کردو تو یادی تو من
نيوي تومان برس كدوتوا ذكر بمعنى ياد كردنا بلند كردنوا ياد ياد كردن بلند كردنوا دوا قدا بلند كردنوا أو شيء أيك ياد ذكريا ذكري تومان برس كدوا يعني ناوي تومان برز كدوا وان برز كدوا ناو برز كدوا تويا دع قداني أتو ما برز كدوا أما ذكري تو ما برز كدوا بوسيلة إعطاء نبوة وبوسيلة غير نبوة لو قوتي شي كداماني أو مسلماناني تبعيتي علي كديو أوشتان محبوبي خلقي بويو بنبوة غير نبوة لنعمتكاني ديكي كخوي تبارك وتعالى داويتي أما ذكري توما برز كدوتا ووچه برز كدنوياك برز كدنوياكي زور واتا أو رفعنا لك جوكو أوي ألم نشرح لك صدركي وايا لك أقل نجبوبا كترابا ورفعنا ذكرك توابو إخلالك بمطلبي ندقي بلام لك كهاتو كودا بيجدا رفعنا بوتو ذكري تو بوي بوي إبهامي تدابي دواي إبهامي تعييني تدابي بو تعييني بعد از إبهام كا مبالغة بتر تدابي وكوشي أو برز كرنا ويني بيغنبر صلى الله عليه وسلم غيرك بالنبوة وغيرها غير نبوتك وكو أوانا مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة وجعل طاعته طاعته وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب نيوما برز كدوية وبو إعطاي نبوة وبغير نبوة وكو أوشتانا وكو أوك خداي تعالى نيوي قريني نيوي خوي كدوة يعني لبنا نيوي خوي دانا ودا كلمتين شهادة دا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتاعتي في غنبري صلى الله عليه وسلم كدوت تاعتي خوي ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله إطاعتي في غنبري صلى الله عليه وسلم بإطاعتي الله تعالى تعبير كدوته قرار داوة وصلاوتنا أردوا دزيم الملائكان دا إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمر المؤمنين بالصلاة عليه يا أيها النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوهم برز كدنوي نيوا وخاطبه بالألقاب بألقاب نيوي بردو يا أيها الرسول يا أيها النبي كمخاطبة خطاب بألقاب دنيو عرب دا تعزيما وتعظيم كابرا بألقاب بغير نيوي معمولي خوي بانجي دكري وإنما زاد لك ليكون إبهاما قبل إيضاح فيفيد المبالغة بويا كلمة لك زياد كردوا ديرج داو دا آي أول جدا ألم نشرح لك بوي ببيت إبهامي بيج إيضاح بيج توزيح الأول وإبهام هبه شون قال كتير رفعنا لك دبي لي ورد جيريك دبيش تيج برز كرابي توا دعاء أو مبهمة دعاء أو مبهمة معين ذكره وتوضيح دريبه كلمة ذكرك أي بيش ألم نشرح لك دبي شتيك شرح كرابي كبا مبهميها توا دعاء دفرمي صدرك توضيح كيدا دا بوي إبهامي بيش إزاحي تدابي أو لك ده هدو كان داها توا فيفيد المبالغة مبالغة بجينة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا عسر سختي سختي هاساني دقالة سختي وكو دا بيجدا سختي كان ما باسكر سختي وكو ضيقي صدر دل تنجي وكو أوزر من قليك لسرشاني بو كضيق الصدر في الشرحكي والوزر المنقل للظهر في رفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وكو ضيق الصدر وكو أو باري سنج كمنقل زهري بو باري سنجيني منقل زهري في أغنبري صلى الله عليه وسلم
وكو ضلالي قومك يعجزي ويلا هدايتي وان وكو إيزاي وان نسبة ببيغنبري صلى الله عليه وسلم أو همو عسر عسر سختين دقال سختيان يسر هيا يسرك وكو ها سهولتك هاسانيك وكو شرح صدرك بيز لايقك دواي لايقك وكو ولعي دواي وزرك وولعنا عنك وزرك وكو توفيق دان بو اهتداء توفيق قومك بو مهتدي ببن توفيق دان بو طاعات كردنيا يا أقب وخوي حيرتي بو بتوفيق دا وبو اهتداء وطاعته دقل عسران يسر هيا فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك كواتا أتو مأيوسنا أميد مبا لرحمة خداي تبارك وتعالى واختيشكا شتيجي كنا راحت الدكا وغمجين الدكا بسرت هات أقا داي قرتيو أتوي دخو ور بيتا بسر تو دا هات شتيجي كاتو توشي غمو غصة ونارحت يدكا أتو مأيوز مبا يعني خواي تبارك وتعالى سابق دارا بالنسبة تشاك كردن دقلتو زور سختيت هبون لاي بردون لواج بدوا سختيت هبه لاي دبا دقل عسر يسر هيا اوا تلخوشي دانوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا دا اندز دا لوشتاني كا دا رقاي تبلیغ يوحي دا لنا راحتي وقرفتاري بوي دي تبيشي هاساني بقري لبرخوي وتنكيره للتعظيم فيك تفريعا فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا يعني دلاء ما شرح الصدر ما كدوي والعي وزر ما كدوي رفعي ذكر ما كدوي كواتا بزانك عسر يسري دقلا وكو دا پش دا عسر يسري دقل ودا آيندش دا عسر يسري دقل دبه وتنكيره للتعظيم تنكيري يسرني تنكير كيب والتعظيم يعني عسر يسري عظيمي دقلا أخذ شنك هردو شيبا معرفة نهنا ونفر فإنما على العسر اليسرى إنما على العسر اليسرى العسر بمعرفة هنا ويسر بنشيره هنا تنشير كيب وتعظيمك أقر تعريف الأبلام تعريفه بالباصرية أو تنشير التعظيم دفوتا والمعنى بما في إنما من بما في إنما من المصاحبة من المصاحبة المبالغة المبالغة في معاقبة اليسر للعسر مقصود بسبب أوشتك دا إنما عيدايا كأبيج مصاحبتها خم معا مصاحبته ويقرابوني دا قياني ويقرابوني دوشت كناكري ويقرابن ناكري هم زمان هم عسر هبه هم يسر هبه با توجه بوي كمعا معنى مصاحبة دقيني معنى كي با ملاحظي اوي كإن معا مصاحبة دقيني با توجه بو معنى كد إن معا دايا كمصاحبة معنى كو مقصودك مبالغي دا هاتني يسر بدو عسر دا هند سريع يعني بدو دادية وكها وكاد بيدا قلبي آوايا دقل عسرك يسر هيا يعني عسرك هك بلا فاصلك توابو يسر دي منظور أو مبالغة دو معاقبة وبدو داهاتني يسر دواي عسر واتصاله به اتصال المتقاربين مبالغة دا بدو داهاتني يسر بدو عسر دا ومبالغة دا متصل بوني يسر بعسر دا لنوع اتصالي دو شيء زور ليجنيزيك إنما على العسر يسرا دوبارا عبارة كي بيش تكرار كراوتو تكرير للتأكيد تكرار بو تأكيد تكرير تأكيد دقيني
يا تكرار نيا معناه كدي كي غير إنما مع العسر يسرني بيشي هيا استئناف وعده بأن العسر متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة. جملة مستأنفة مستأنفية وعدي دا وخدي تبارك وتعالى دو جملة دوم دا وعدي دا وبفي غنبري صلى الله عليه وسلم ك عسر سختي متبوعة بيسر دي كغير يسر كي بيشي أو يسر كي بيشي يسر دنيايا أو يسر آخرتيا بويك عسر عسر سختي كبي غنبري صلى الله عليه وسلم ديوتي وتي دابوا متبوعة با يسري جدي كغير يسري دنيايا يعني يسري جدي كي بدو داده وكو ثواب آخرته. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أقع عسرك جنبت دو جور چونك يسرك دو جورا يشان يسري دنيايا يشان يسري آخرته جملك نابت تكراري جملكي بيشه دبت جملة جديكة وجملة مستأنفة كقولك إن للصائم فرحة إن للصائم فرحة صائم فرحيه روجوان خوش حالي بو ديتا بيش خوش حالي بو ديتا بيش بو كابراي صائم دو جار جملة كيدري إن للصائم فرحة إن للصائم فرحة چونك او دو فرحتان جدان او جملة نابتة تأشيلي جملة كي بيشي اولا قبيلي اويا اتو اوا بلي منظور لفرحتي اولا فرحتي وقتي افطاري بي منظورش لفرحتي دوم فرحتي عند لقاء الله تعالى بي ان للصائم فرحة ان للصائم فرحة اي فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرب إشارة بو حديثي كدو كذا فرمي إن للصائم فرحتين يفرحهما يشتشي أوا فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب إشارة بحديثك إذا كادنا عيني حديثك نينا وشوك حديثك دجار إن للصائم فرحتين نالا بمسناد فرمي إن للصائم فرحتين أو نابتا مثال بو أويما آواده بيت نزير نابت نزيري إيرا آواده بيت نزير كأتو إن للصائم فرحة إن للصائم فرحة فرحتين كان ليك جداك وبيانك دو جملة باتوجه بويك فرحتك ده هل يقل دو جملة كان ده غير فرحة ده جملة كيدي كدايا أو جملة دوم نابت تأكيد جملة أول ده بيت الجملة شي مستأنفة. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين بر أساسي أو استئنافيا أو فرمودي يعني أو فرمودي بيغمبري بنوعي تأييدي أو معنى استئنافيا بو جملة دوم كفرموية لن يغلب عسر يسرين عسرك بدو يسران ناوري عسرك بسر دو يسران دا غلبيناك يك بدوان ناويره او دو يسركان منظوري او يسري آخرتي و يسري دنياي بو او عليه لسر يعني ظاهري او حديثي ديوه او بفرمي دنا دقل معنى اولش دا تزاد داني او حديثا بو معنى تأكيد يشهر دبيه او فرمو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونكا عسركا هر يك بمعرفة كترا وهر وقوية يك جار كترا بيه وايه دلن تكراري اسمي بمعرفة إشارة بوي ككلمك همان كلمك أوليا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا چونك يسر بنشيرا هاتوا حتى أقى نيك يسري دنياي ويسري قيامتي نيك دو جورة يسري آواش هر لبر اوي كنشيري او اويدي كمعرفة چونك كلمة عسري بمعرفة تكرار كرا وتوهر وحدت يدقيني يقبون يدقيني اما يسركان چونك برج نشيرهاتون دوان دقينن با او دويا مربوط بدنيا واخرتي جنبه يك بدنيا ويك بو اخرتي بس فرمو دكي في غنبري صلى الله عليه وسلم دقال معناه اولش دا تزاد دانيا اما ملائم تربو او معناه دوام بو يدفرميه وعليهي قوله عليه الصلاة والسلام
لسر أساسي مستأنف بوني جملة دوما أو فرمودي في أغنبر صوصا. فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس، واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغير ما أريد بالأول. جامع عليه كي أقوايا عام دكين بعد قال أو تعليلي منافاتي بيدانك شو كولي دخوازم بابرك هناسا بيتا وبرخوم شورك آيو دخوم هو بلا. وعليه ظاهرا عليه يعني لسر حالتي استئنافكية أو فرمديني أو فرمدبر أساسي أوي كما معناي استئنافي لجملة كي بقرين بلام استدلالي شكديك. فإن العسر معرف فلا يتعددوا بلا سواء كان للعهد أو للجنس، واليسر يا واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغير ما أريد بالأول. أو استدلال بحالتي تأكيدك أشهر دبي يعني ولو تأكيد يجبه جملة دوام بجملة أول شن كيسر بنشيريها توا. أجر يسركي تقسيم جنكي إيشام كي إدنيا وإيشام كي آخرت هر بدليلي تكراري عسركي بمعرفه تكراري يسركي بنشيرا أو حالتي تدا كدو يسرمان هي دم قابل عسري جدا. وعليه قوله فلان فإن العسر دلب بويا أو حديثا مؤيدي معنى الدوما معنى استئنافك يا شنك عسر معرفة فلا يتعدد متعدد نابي بتكرار كنوي سواء كان للعهد أو للجنس. الولامي العسر كيدوايا الولامي جنس بيا الولامي عهد بيا العسر الولام كي عهد بيا يعني همان عسر كي بيشي جنسي شبه بمعنى جنسي عسرة دي جنسي عسري جنسي شر قابل تكرار چونك جنس همان لقري توا عهدي شبه هر تكرار نبوة توا چونك دقال همان عسركيتي كده بيش دا ذكر كراوا. عسر معرفة لبر معرف بوني متعدد نابي أعمل وي الولامكي بو عهد بياد بو جنس بيا بلام يسر نشيريا لبر نشيري بوني فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغير ما أريد بالأول. احتمال دريكا إرادة بكري بيسري دوام فردي شي كغيري أو فردي بك إرادة كراوة ليسري أول دا كل دا يسركان دا بندو ووفر مديج إشارة بوي كدا فرمي لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت من التبليغ وقت توابو إلى تبليغ راقيان دني ديني بخلشي فانصب فتعب في العبادة يعني ما دام خداي تعالى أو نعمتاني دقل كردويو وأو جار وعدش تبيد داب نعمت هاي ديكش أتوش هتاد تواني عبادتي بكرامة وسطة. فإذا فرغت أقا توابو إلى تبليغ فانصب بيكار مبا فتعب في العبادة زحمتي بتشيشب وعبادتي خداي تبارك وتعالى شكرا لما عددنا عليك من النعم السالفة بشكري أو نعمتانيك بومان هلداي أو شتانيك بجاردمان بسردك أو نعمتانيك قزشتبونو وشكرا لما وعدناك من النعم الآتية بشكري أو نعمتانيك في شوتر دقل ما كردوي وبو شكر دم قابل أو نعمتان داكا وعدت في دين لنعمي آتي لدنيا ولقيامتي دا. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة قيل إقدر فرغتي أول فراغتي غزوي منذورة وقت جي توابوي لغزوي
هستبو عبادته أو فإذا فرغت من الصلاة يوشك سيقي لك يا قيل دلاء أو يا أو أو فإذا فرغت من العبادة فانصب بالدعاء وقت شئت فارغ بلن يجي فانصب بالعبادة يعني فتعب في الدعاء تعب بشيشد دعاء دا يعني الدعاء بإصرار ولا الله تعالى يبكى وإلى ربك فارغب بالسؤال راغب ما إلي جانب الله تعالى يبا رغبة ميل بولاي پروردگارد بي بالسؤال بالسؤال داوى ليكردن وداوى لغير بمكة ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك هر أو قادر تنيا هر أو دتواني إسعاف بكاوي أرمتي بدا وقرئ فرغب وإلى ربك فرغب ده قراءة شازدا يعني ترغيب خلقك بولاي پروردگارد واتب ولاي أويك ودوي سوابي پروردگاري توب كون يعني إلى طلب سوابه وقرئ فرغب أي فرغب الناس إلى طلب سوابه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني كسك سورة ألم نشرح بخويني وقوي وايكا ديداني لمن بكاو أميش غمجين بمو أو غمكم لسر هالقرية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علينا وعليكم الرحمة.